الحمد لله، الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. أيها الأحبة، في هذه الدنيا وفي هذه الحياة لا يخلو المرء من الابتلاءات، سواء كانت الابتلاءات على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات أو على مستوى الأمة، فكل إنسان معرض لأن يبتلى وأن تعرض له مواقف ربما يتزلزل فيها، ربما يتأثر فيها. والإنسان تجاه هذه الابتلاءات والصدمات التي تمر بالإنسان في هذه الدنيا بحاجة إلى زاد عظيم حتى يثبت في طريقه وفي سيره، وخاصة نحن نعيش في زمان قلت فيه العبادات القلبية، ضعف في حياة الناس اليقين بالله عز وجل، قل لدى الناس الثقة بالله سبحانه وتعالى، ضعفت معاني التوكل. ولذلك نحتاج إلى أن يجدد الإنسان علاقته بالله سبحانه وتعالى في هذه الجوانب العظيمة. والإنسان يحتاج أن يجعل توكله واعتماده وثقته بالله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الخاطرة ونعم الوكيل في ذكر هذه المعاني الجليلة التي نحتاجها فعلا، وهي أن نجدد مسألة الثقة بالله سبحانه وتعالى، اليقين بالله عز وجل، التوكل على الله سبحانه وتعالى، حتى نسير بإذن الله عز وجل في خطوات ثابتة. الذي يقرأ أيها الأحبة في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجد هذه المعاني العظيمة من التعلق بالله عز وجل، من الثقة بالله سبحانه وتعالى. إبراهيم خليل الرحمن لما ألقي في النار في هذه اللحظات، والإنسان بطبيعته البشرية يفزع من النار، فما كان إلا مستيقنا بالله عز وجل، متوكلا على الله، مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات العصيبة، في هذا الابتلاء الذي نزل به، فحفظه الله سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، جاء الحفظ من الله سبحانه وتعالى لما تمتع به إبراهيم عليه السلام في هذه اللحظات من اليقين بالله عز وجل، من صدق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. ثقة الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى ينبغي أن تكون عظيمة قوية ما تتزلزل. موسى عليه السلام لما لحق به فرعون وأتباعه حتى اقتربوا منه، قاب قوسين أو أدنى، قريب منهم جدا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ما بيننا وبينهم إلا خطوات يسيرة. لكن انظر ثقة موسى عليه السلام بالله عز وجل، قال كلا إن معي ربي سيهدين. توكل على الله سبحانه وتعالى، ثقة بالله عز وجل، هذا اليقين العظيم الذي كان في قلب موسى عليه السلام فحفظه الله عز وجل. انظروا في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، كم من معاني الثقة التي كانت في حياته. لما طارده المشركون يدخل بأبي هو وأمي الغار، فيقترب المشركون، والحديث في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن أبو بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين:
لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. انظر كلمات الثقة واليقين بالله عز وجل التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات. ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه عقيدة عظيمة تكون في قلب المؤمن، ليس بينه وبين المشركين إلا خطوات يسيرة، ويريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه العبارات، عبارات الصلة بالله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم واثقا بالله عز وجل، ولذلك حفظه الله سبحانه وتعالى. كان يعلم هذه الأمة معاني الثقة بالله عز وجل. في أحلك الظروف في غزوة الخندق اجتمعت الأحزاب والقبائل ضد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون يعيشون في برد وخوف وفي ظلمة الليل. في هذه اللحظات، في لحظات الخوف، تعتري المسلمين حصاة ما يستطيعون أن يزيلوها في حفر الخندق، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم الواثق بربه المستيقن في هذه اللحظات، فيضرب هذه الحصاة فيبشر المسلمين بفتح الشام، ثم يضربها ثانية فيبشرهم بفتح فارس، ثم يضربها ثالثا ويبشرهم بفتح اليمن. هكذا بشائر النصر يبثها النبي صلى الله عليه وسلم، ويبث في قلوب أصحابه الأمل وهذا البريق العظيم، مع أنه في موقف الخوف، في معركة، في قتال الأعداء، والمدينة محاصرة، لكن هذه الثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة المؤمن، يقين المؤمن بالله سبحانه وتعالى. أم إسماعيل هاجر لما أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يتركها في هذا الوادي القفر، ليس فيه شيء من الحياة وليس فيها شيء من الماء. يأتي إبراهيم عليه السلام، والحادثة يرويها عبد الله بن عباس، إلى أم إسماعيل ويضع بجانبها شيء من الماء وجراب من التمر، ثم يولي، فتلحق أم إسماعيل بإبراهيم وهي تقول: لمن تتركنا، لمن تتركنا، تخاف من هذا المكان. ثم في نهاية المطاف تقول أم إسماعيل لإبراهيم: الله أمرك بهذا؟ الله أمرك، هذا أمر رباني؟ فيقول إبراهيم عليه السلام: نعم. فماذا تقول المستيقنة بالله عز وجل؟ إذن لن يضيعنا الإنسان مع الله عز وجل، لن يضيعه الله عز وجل. الإنسان المرتبط بالله عز وجل، المستيقن بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حافظ له. انظروا إلى أم موسى لما أوحى الله سبحانه وتعالى إليها أن تجعل ابنها موسى الصغير في الماء، استجابت واستيقنت ووثقت بالله عز وجل: إنا رادوه إليك. استيقنت بهذا الموعود العظيم، أنها لما ترمي هذا الابن في الماء أن الله سبحانه وتعالى سيرجع هذا الابن إليها. ولذلك يقول ابن القيم في مدارج السالكين: ما رمت أم موسى بموسى في هذا التيار الذي تلطم به أمواجه إلا لما كمل يقينها بالله سبحانه وتعالى. عظم يقينها بالله سبحانه وتعالى، عظم ثقتها بموعود الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى سيرجع هذا الابن لها كما وعد الله سبحانه وتعالى. فمعاني التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين بالله سبحانه وتعالى هي من أكمل صفات المؤمنين في هذه الدنيا. لذلك يقول يحيى بن معاذ رحمه الله، يقول: ثلاث
خصال من صفة الأولياء: الثقة بالله في كل شيء، والغنى بالله عن كل شيء، والرجوع إلى الله من كل شيء. معاني عظيمة جليلة. رجوعك إلى الله سبحانه وتعالى، غناك بالله سبحانه وتعالى. أنت فقير بالدنيا، فقير بالبشر، أنتم الفقراء إلى الله عز وجل. وغناك بالله عز وجل، الغنى الحقيقي هو غنى القلوب، صلتها بالله عز وجل. ليس العبرة بالظاهر، قد يكون الإنسان عند ملايين الدنيا لكنه فقير القلب، متشتت، ما يجد السكينة ولا الطمأنينة ولا الراحة، لأن غناه ليس بالله عز وجل، ابتعد عن الله عز وجل. والثقة بالله سبحانه وتعالى والتيقن بالله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، هذا من شأن أولياء الله عز وجل، بل من صفات الزهاد في هذه الدنيا. قيل لحاتم ابن الأصم: يا أبا عبد الرحمن، ما رأس الزهد وما وسط الزهد وما آخر الزهد؟ فقال: رأس الزهد الثقة بالله عز وجل، ووسط الزهد الصبر، ونهاية الزهد الإخلاص. معاني قيم عبادات قلبية تسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، أعلاها الثقة بالله سبحانه وتعالى. هذا المال الحقيقي الذي يسير به الإنسان إلى الله عز وجل. قيل لأبي حازم: ما مالك في الدنيا؟ يعني ماذا تملك في الدنيا؟ فقال: ثقتي بالله عز وجل والإياس مما في أيدي الناس، هذا اللي يملكه. ولذلك يا أخواني، الذي يمتلك هذه المعاني، الثقة بالله واليقين بالله عز وجل وحسن التوكل على الله عز وجل، الله يكفيه من كل شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، حسبه الله، كافيه الله عز وجل، حافظه هو الله سبحانه وتعالى. من وجدت في حياتي هذه المعاني القلبية اللي صارت اليوم مهششة عند الناس بسبب المادة والدنيا والإغراق فيها، يشعر بالرضا، بالرضا على أقدار الله سبحانه وتعالى وما يعتري الإنسان في هذه الحياة. هذه المعاني العظيمة من شدة الارتباط بالله يقينا وثقة وتوكلا نحتاجها في مواضع كثيرة جدا. من هذه المواضع باب الأرزاق، باب الرزق. لا تقلق على الأرزاق، لا تنظر إلى أحد من البشر في باب الرزق، ثق أن كل ما كتبه الله عز وجل لك سيصل إليك ولن يحول دونه أحد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليتبع أحدكم كما يتبعه أجله. مثل ما الأجل يأتيك الرزق يأتيك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه لأتاه كما يأتيه الموت. مثل ما يأتيك الموت الله كتب عليك، كذلك هذا الرزق، هذا الدرهم الله كتب فوق سبع سماوات قبل خلق الخلائق أن هذا الدرهم لك، ما يأخذ أحد. تيقن، تيقن. وهذه كانت في حياة الأوائل. قيل لأحد الصالحين: ما سر توكلك؟ يعني نراك حسن التوكل على الله عز وجل. قال: علمت أن رزقي لن يأخذه أحد، فعظم توكلي بالله عز وجل. الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك لن يأخذه أحد. هذا الباب نحن نحتاج فيه أن نزيد اليقين بالله عز وجل. صار بعض الناس يتعلق بالدنيا، يظن أن الرزق بيد فلان وأن هذا ممكن يتحكم فيه. كلا والله، هذا لو اجتمعت الخلائق كله أن يقطعوا عنك رزق كتبه الله عز وجل لك لن يجروا على ذلك. هذا كتاب من الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، أمر سطر عند الله سبحانه وتعالى وكتب في اللوح المحفوظ.
لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تزعزعه لن يستطيع ذلك. ثم تيقن أن كل الابتلاءات التي تعرض لك في هذه الدنيا هي أقدار محسومة من الله عز وجل، لكن يجعل الله عز وجل أسباب معينة، الأمراض التي تأتي، الوفيات، الفقر، سائر أنواع الابتلاء، تيقن أنها مرصودة، أنها مكتوبة، أنها محسومة. فإذا تيقنت أنها من الرب ارتحت. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله يكتب لك هذه الأمور مقدرة، فتثق بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا تستيقن أنك إذا كنت مع الله فالله حافظك، هذا اليقين اللي نحتاجه. لا تخف من أحد حينما تطبق شرع الله في حياتك، حينما تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر احفظ الله يحفظك، الله هو الحافظ لك. ما دمت على شرع الله، ما دمت ملتزما بحدود الله، ما دمت ناصرا للتوحيد، ما دمت متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر بهذا الموعود أن الله سبحانه وتعالى حافظ لك، ولن يستطيع أحد أن يؤذيك، لأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. وأيضا تستيقن بجانب عظيم جدا، اليقين بالله عز وجل في جانب الثواب. المؤمن يرجو الله عز وجل، يعمل العمل الصالح بالإخلاص وبمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لديه الصدق يقين أن الله سيثيبه على هذا العمل. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي بها وجه الله، ما في خلل، إخلاص لله عز وجل، سيعطيك الله سبحانه وتعالى. ثم مما نحتاج فيه أيضا وأخيرا إلى معاني الثقة بالله عز وجل، أن النصر لهذا الدين العظيم، أن النصر للإسلام، أن النهاية للإسلام. مهما قوي أعداء الله عز وجل، مهما قويت شوكة الأعداء، اليوم الإنسان ينظر إلى الدول الكبرى وسيطرتها وأسلحتها، ربما يدخل في نفسه نوع من الضعف، نوع من الخور أن الكفر انتشر وأن لهم السيطرة. كلا والله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا كتاب كتبه الله عز وجل، هذا الدين منصور، هذا الدين سينتشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعز عزيز أو بذل ذليل، لن يترك بيت إلا سيدخله هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاني الخاتمة والانتصار والرفعة لهذا الدين مكتوبة بإذن الله عز وجل. ولكن يا أخواني، القضية ترجع إلى من هم أهل لهذا النصر. الله سبحانه وتعالى لن يكتب النصر لأناس عندهم خلل في توحيد الله عز وجل، عندهم شركيات، عندهم استغاثة بغير الله عز وجل. كيف تريد النصر وأن تلبس التميمة، وأن تذهب إلى السحرة، إلى الكهان، عندك شرك الألفاظ، تقسم بغير الله عز وجل، ثم تريد النصر؟ لا يكون ذلك. كيف يريد النصر والعزة الإنسان البعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مليئة بالبدع والمحدثات؟ كيف يريد النصر الإنسان الذي يرتكب الذنوب والمعاصي ويتكاسل في طاعة الله عز وجل ويتجرأ على محارم الله عز وجل؟ لن يكون له ذلك، لأن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم. انصروا الله في أنفسكم، انصروا الله عز وجل في التوحيد، انصروا الله في السنة، انصروا الله في الطاعة. فإذا تحققت هذه المعاني كتب الله سبحانه وتعالى النصر لهذه الأمة، حينما ترجع إلى الله عز وجل ويكون فيها معاني الصدق والتمكين والاستخلاف من إقامة دين الله عز وجل ومن إقامة التوحيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمعاني التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، حينها بإذن الله عز وجل سيكون النصر
لهذه الأمة. فنحن أيها الأحبة بحاجة إلى هذه القيم القلبية، نراجع علاقتنا بالله عز وجل. لا تجعل ارتباطك بالبشر، لا تجعل كل خوفك من البشر، تيقن بالله عز وجل، ثق بالله عز وجل في الرزق، في الوظيفة، في دراستك، في كل شيء تعلق بالله عز وجل. كن متوكلا على الله عز وجل وستجد بإذن الله عز وجل الثمرات العظيمة في حياتك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يميتنا وإياكم على التوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.